يا ريتا انت بتعرفي بان محمود ما كانش مواطن، بالوقت اللي ما بيكونش فيه بالسجن بيكون شبه السجين، وانت بتعرفي بانه في قانون بحيفا بيمنع من مغادرتها الا بتصريح، يعني هو لازم يبقى بغرفته من وقت ما بتغيب الشمس لحتى تطلع. هذا امر واقع لازم انا وانت نتعايش معه. طيب ما فيش اخبار تانية عن محمود؟ محمود اخباره بتملأ الصحف والجرائد والراديو وكل المحطات. هلا هو حاليا بشبرد قاعد بجناح. هو اكيد البنات العربيات خواليه وهو مبسوط ومروق. يا ريت محمود مستحيل ينساكي. لا تتوقعي انه محمود ينساكي، طول ما الدمع بيمشي بعروقه لاخر يوم بحياته. بشرفي. صدق انا طلعت راجل اهبل وعلى نياتي. اهبل ليه؟ اهبل ونص وثلاث ارباع كمان. بقى يا راجل يا طيب، بقى انا افكر اقعد معاك اسبوع كمان واسيب شغلي وحالي ومالي، اقول لها يا عيني الوحده والغربه والكلام ده كله، اترك راجل خطير بالشكل ده؟ انا راجل خطير الله يسامحك. لحظه واحده، الو استاذ عطيات، ازي حضرتك؟ عبد الملك مع حضرتك، اقدر اكلم الاستاذ عبد الرحمن؟ شكرا. استاذ عبد الرحمن ازيك يا غالي؟ معاك عبد الملك، معاك قلم ورقه؟ اكتب بقى الرقم ده 3 3 0 5 1 6. شوف بقى يا سيدي، ده رقم الشقه اللي خدها محمود، وعلى فكرة في مكان انت عارفه، الدور الرابع في العمارة اللي ساكن فيها توفيق الحكيم. طب يا حبيبي مضطر اسافر موسكو عشان اشوف شغلي بقى. محمود امانة معاك. يلا اشوفك على خير، مع السلامة. ليش ما عطيتني احكي مع عبد الرحمن؟ تحكي معاه ايه يا عم؟ انت قاعد براحتك، انا مستعجل، كلمه زي ما انت عايز بعد كده. لحظة. مصر الطيران، من فضلك اكلم الاستاذ عبد المعين رئيس قسم الحجز. شكرا. استاذ عبد المعين، معاك عبد الملك، ازيك يا حبيبي؟ من فضلك عايز اسافر موسكو بكره ان شاء الله باي شكل. لا 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 لا، لا درجه ممتازه ولا غيره، اي درجه، المهمه اوصل بكره بالسلامه باذن الله. عال عال يا محمود، انا عارف ان انت والملوخيه من زمان اصدقاء. اسمع، انا نص ساعه وهاجي اخدك. لا 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 لا، الموضوع ده مش محتاج مناقشه، خلاص انا جاي، يعني جاي. مع السلامه. عطيات. ايوه. انا نص ساعه هنزل اجيب محمود عشان يتغدى معانا. ها يا محمود، يا محمود ما ينفعش يا محمود. انا شبعت يا محمود. خلاص بكفي. شبعت ايه يا محمود؟ معقول ده انت رفيع جدا كل الراجل. الحمد لله،
سفرة دايمة، هي أطيب أكلة بأكلها. هنياً. بقول لك إيه؟ ها؟ ما تقولش الكلام ده كتير لحسن مش هنعرف أبداً نتعامل معها خالص. أقسم بشرفي يا أبنودي، هي أطيب أكلة بأكلها من وقت ما غادرت فلسطين. يا راجل، يا راجل أنت بتعرف تاكل؟ وده أكل ده؟ بص، بص لي كويس عشان تعرف تاكل، والأكل على أصوله تعلمه من الأبنودي. أها، تمسك كده، أه؟ تبصص كده. يعني كم؟ ده مش أكل يا أبنودي. كل، كل يا محمود، يا محمود كل يا محمود. ما سبيك داي شلومو داي لو ما سبيك لو داي את צריכה להקשיב לי עכשיו אירית אני אוהב אותך אני דואג לך רצוני היה שתרגישי באהבה שלי אבל את מה לא רואה חוץ ממחמוד בעולם אירית אני אוהב אותך לא אעזוב אותך לעולם תביני את זה שלומו ילדים היינו אבל אנחנו מאותו עם ותתאי לך החבר שלך זה הערבי עזב אותך ונעלם נעלם תסתום את הפה אני אסתום את הפה אבל זה לא משנה שום דבר את נשארת יהודיה והוא ערבי גוי תביני את זה תסתלק מכוער לרוצה לראות אותך עוד בסדר הימים בינינו انت وعدتني هتسمعني حاجه كتبتها هنا في مصر انا امبارح ابتديت بقصيده رح اسمعك مقاطع منها امراه وضعت ساحل البحر الابيض المتوسط في حضنها وبساتين اسيا على كتفيها وكل السلاسل في قلبها أريدك أو لا أريدك إن خرير الجداول إن حفيف الصنوبر إن هدير البحار وريش البلابل محترق في دمي وذات يوم أراك وأذهب كان يبدو لهم أنني ميت والجريمة مرهونة بالأغاني فمروا ولم يلفظوا اسمي دفنوا جثتي في الملفات والانقلابات وابتعدوا والبلاد التي كنت أحلم فيها سوف تبقى البلاد التي أحلم فيها كان عمرا قصيرا وموتا طويلا وأفقت قليلا وكتبت اسم أرضي على جثتي وعلى بندقية قلت هذا سبيلي وهذا دليلي إلى المدن الساحلية وتحركت لكنهم قتلوني وداعب الزمن كأمير يلاطف حصانا وألعب بالأيام كما يلعب الأطفال بالخرز الملون إني أحتفل اليوم بمرور يوم على اليوم السابق وأحتفل غدا بمرور يومين على الأمس وأشرب نخب الأمس ذكرى اليوم القادم وهكذا وهكذا واصل حياتي حلوة أوي بس الشعر ده مختلف عن الشعر اللي سمعته قبل كده طبيعي إذا ما كانتش القصيدة الجديدة مختلفة عن السابقة هذا يعني أنه الشاعر مات تعرف يا نجلة الصورة اللي امتلأ فيها وجداني مدة طويلة من الزمن بلشت تبعد ويحل محلها صورة جديدة يا ترى مين دي صاحبة الصورة؟ صورتك أنت التلميح ده شرط كبير لصاحبة الصورة إذا كنت بتعتبري اللي قلته مجرد تلميح فبرأيك كيف ممكن يكون التصريح؟
ما جاوبتي. أنا عايزة النيل يكون شاهد على كلامنا، ممكن؟ جزاء للأسواق المالية. قبل ما أتكلم عايزك توعدني إنك مش هتتصرف في حكمك عليا. حاضر. لازم تسمعني للآخر. أكيد أنت عارف زي كل رجالة إن البنات ما بيحبوش يحكوا عن التجارب اللي مروا بيها قبل كده، بس أنا بقى هكسر القاعدة دي معاك، لأنك شخص استثنائي بكل معنى الكلمة. أنا برتبك لما حدا بيمدحني، عشان هيك أدخلي في الموضوع مباشرة. بصراحة أنا مش عارفة أبدأ منين. ابتدي من البداية. البداية كانت من 5 سنين في بلكونة الشقة اللي انت عايش فيها دلوقتي، بس اللي بصة مش معقولة، ابتسمني ابتسامة غريبة قبل ما يدخل الشقة، شاورلي وقال انه هيستناني تحت. انا رشدي ابو النجا صاحبي. اهلا وسهلا، وانا نجلاء الحلواني. انت ملكه في حسنك وجمالك، بس الخجل الزياده ماهوش من صفات الملكات. ايوه كده. الاسبوع الاولاني عدت عليا زي الحلم، كان كلامه زي الشهد. كنت لسه في ثانوية عامة، بطلت أروح المدرسة، فضلت رايحة وجاية معايا، عارف كأنه بالظبط سحابة بيضة وشايلاني، أو أنا هي السحابة البيضة دي ذات نفسها. كنت بطير على وش الدنيا، بطير من كتر السعادة، مش حاسه باللي حواليا. ومن يومها حلم حياتي ان ابقى صحفيه زيه. شفت انا غرقت في الحلم ازاي؟ ما كانش في حد ممكن يصحيني من الحلم ده. وقتها بابا وماما كانوا مسافرين اسكندريه، وريهام اختي مش هتفهم حاجه، وفجاه اختفى رشدي. دورت عليه في كل الأماكن اللي ممكن يروحها، ما لقيت لهوش أثر. بعد أسبوعين بالظبط ظهروا معاه نفس الست. ساعتها مصدقتش عينيا، اتصلت بيه بالتليفون وأنا بعيط، وقلت له مين الست اللي ما عندي؟ اللي قال لي دي مراتي، وكان بيكلمني عادي خالص كأني مفيش حاجة حصلت، لدرجة انه طلب مني ما كلموش وهي موجودة. ساعتها حسيت اني مخنوقة، مش حاسة بنفسي، وقعت من طولي على الأرض. فضلت يومين عيانة، خدت عهد على نفسي اني ما كلموش تاني. بس بعد ما اتصل بيا نسيت ليالي القهر والدموع والظلم، ونزلت ورحت له برضو. قال لي انه ما بيحبهاش، وانه هيطلقها عشان نفضل مع بعض. الغريبه اني صدقته،
وكدبت عيوني وهو بيغزلها في البلكونة. صدقته. بعد شهر اختفى كمان مرة، وكمان مرة ظهر مع نفس الست، وخدت عهد على نفسي اني ما اشوفوش طول حياتي. بس لما كلمني برضو رحت له. طيب الراجل ده بيعاملني كما لو اني عبد عنده، وانا مسلوبة خالص، مش قادرة اقول له لا. انا جيت لك عشان تحررني من استعمار الراجل ده. انا؟ ايوه انت، انت الراجل الوحيد اللي في الدنيا يقدر على كده. ليه انا الرجل الوحيد يعني؟ عشان انا بحبك. انا حبيتك اول ما قريت لك اول قصيدة، ولما شفتك حبيتك اكتر واكتر. ارجوك يا محمود انقذني، الراجل ده هيدمرني. تأكدي يا نجلة، أنا الشخص الوحيد اللي بيقدر ينقذك هو أنت. أنت قلت لي إن صورتي ابتدت تحل محل ريدة في وجدانك، يعني أنت بتحبني ولا أنا غلطانة؟ لا مش غلطانة، بس أنا كمان حاسس كأني مسحور ومش متأكد من مشاعري تماما. ممكن لأنها أول مرة بشوف حالي فيها بمدينة عربية، كل شيء فيها عربي وكل الناس فيها عرب. الصراحة أنا بحالة فوران عاطفي مش طبيعية. يعني أفهم من كلامك اللي بيننا ممكن يبقى مجرد نزوة وخلاص؟ لا لا مش هيك قصدي، أنا متأكد أنه مشاعري تجاهك حقيقية، لأنه أنا بطبعي شخص خجول وأنت أول واحدة بحياتي ببادر تجاهها عاطفيا. وريتا هي اللي كانت صاحبة المبادرة، وهي اللي فتحتني بمشاعرها تجاهي. طيب ممكن تفهمني مبادرتك ليا دي معناها إيه؟ بصراحة ما عندي أي إجابة على هذا السؤال، بس الاشي الاكيد بالنسبة لي هو اني لما تعرفت عليك ما توقفت عن التفكير فيك، ولما بشوفك وبحكي معك بنسى كل متاعبي. بشعر معاكي بارتياح عميق. وانا كمان حاسة ان اهتمامك بيا خلى نظرتي تتغير للحياة. ما كنتش متخيلة ابدا إنه ممكن يطلب مني طلب وأنا أقوله لأ، بس ده حصل النهاردة. النهاردة اتصل بيا وقال لي إنه عاوز يشوفني، ما رحتلوش وجيت لك أنت عشان أشوفك يا محمود. المهم بهالحالة هو الاستمرار. أنا عايزة بكل كياني نستمر، وأنا متأكدة من النتيجة. صحيح انا بحبه قوي، بس ما بقيتش قادره استحمل العلاقه دي خلاص، لانها اهانه لكرامتي وانسانيتي. بس عشان اخلص منها خالص اوعدني انك تكون جنبي على طول. اوعدني. انا اعتبارا من بكره عندي جوله على عده مدن مصريه. هتتأخر؟ 10 أيام.
متاي تيت بجير ميكول مسخكي هاي لدي اني رو تسالي دبالي تاخ كما مليم اني ميت بلا اقعد له هيفانتا اني لروتسا لشموع شوم دفار ميمخا زلي مش انا شوم دفار اني رو تسالي لجيد لاخ مشو تجيد مشي اتر وتسالي عافتي اتاخ للو يعد ورأيتي اتاخ معاد لعاد ام تفوقي نهي يحد وام رتسيتي لهيوت بيحد ام اني اشائر لفاد التسوليد مهم شرريم في اخشاف في اخشاف اتعمتنا هيك كمهم هميلي مهقلي يوتسيمي مع مكاي ما هكذا انا افتختي لعتسمي لهوف وتخلي تميد لو بخوت ما شئت وهبت العربية زي بجلال زي انا وسي مع سيوت اول لو بميلين اتا خيام ما قعي لاشلومو ويات خيام يفا بدود يا سيدي على راسي انت وشادي عبد السلام وسعاد حسني بس انا مقدرش اكتب للسينما ابنوتي هينزل بجريدة بكرة والكاتب ما عنده فكرة هي عجيبة طبعا طبعا بسيطة طبعا بسيطة ولا يهمك يا استاذ تصبح على خير هذا الابنوتي مالك عم تطلع فيه هيك كأنك مسكني عامل عملة لا أنا مش ماسكك بس في ناس شافوك شافوني عامل عملة؟ لا شافوك طالع من النيل ومعاك كيلومترة معين أنا بعرفك أعقل من هيك بكتير مش معقول تكون جايب هالوقت المتأخر عشان تقولي إنه الناس شافوني مع صبية حلوة معك حق صراحة أنا جاي عشان راشد راشد؟ قصدك راشد حسين؟ خير؟ إيش صار له؟ إجتني اليوم رسالة من صديق بنيويورك عم يترجاني فيها إني أبلغك إنه راشد أحواله مش كويسة مش كويسة؟ يا رجل احكي راشد عنده مشاكل جدية مع زوجته الأمريكية وهو مكتئب وحالته النفسية مش كويسة مفروض حسين يكون هون بالنص ساعة انت غريب عن حسين ما هو هاي عوايده على طول بتأخر مرحبا يا شباب اهلا زين اهلا يا خيّة انتوا الاساتذه اللي جايين عشان مهرجان الشعر احنا انت مين انا ابن عم الاستاذ حسين اللي انتوا بتستنوه هو بعتني عشان اخذكم على طريق البساتين عشان الشرطه الاسرائيليه مسكره كل مكان البلد وعاملين لكم كمين عشان يمسكوكوا وين محمود تعال يا زلمه بس وين بدنا نطلع يعني وينكم تطلعوا اطلعوا سطحوا بتريلا عفوا انا شرفت شوي ايش قلت قلت سبق وعبري صاحبي بحكاية عن راشد انه مسكين عايش حال نفسية صعبة صار زي شجرة محكومة جذورها بالارض وده تموت انا لو بعرف عنوانه كنت رسلته من زمان هذا مغلف جاهز مكتوب عليه عنوان راشد
شكرا يا معين على مبادرتك النبيلة. راشد شاعر حساس ووطني، ومعنى أن وصل لهالمرحلة أكيد في خطورة على حياته، ممكن يأذي نفسه. المهم تكتب له بأسرع وقت. خلص، اليوم رح أكتب له رسالة وأبعت له إياها بالبريد، ورح أدعيه يجي لهون على القاهرة ويعيش معي. فكرة عظيمة أنه يجي لهون. رح أتركك مشان تكتب. مشان موضوع كليوباترا اللي شافوك طالع معها من النيل اليوم، أنا متأكد أنك رح تطلع من القصة أقوى مثل العادي، لأنه الحياة بلا تحديات شغلة سخيفة. المهم أنه القلب يبقى شغال حتى ما يصدي. تصبح على خير محمود. وانت من أهل 10:30 على الجليد. Hassan, this is your coffee. Thank you. Hello? Hey, Ludwig. How are you? Actually, I was expecting your call. Uh-huh. And when do you think this whole thing will start? Okay, I see. Anyways, thanks a lot. Please take care of my friend, okay? Bye. Ghassan, darling, I don't think you should sleep in the house tonight either. I just hang up with one of our comrades in Europe, and he told me that the Mossad is intending to take revenge for the Lid airport operation. This is dead serious. The Mossad guys know that. I am just a writer. And I have nothing to do with the Black September. Really? You have nothing to do with the Black September? Darling, you know these people, they could care less about making sense. All they care about is to hurt Palestinian people. And you are a Palestinian writer. Why don't you see the connection? I still don't understand. I cannot do that. My sister Faiza is very sensitive. If I don't sleep in the house, she will get worried. Why? Annie, I don't want to ruin her vacation. I'm talking about you getting killed, and you are concerned about your sister's vacation? This is not a joke, Hassan. Hassan, look at this dress. I love it. Thanks so much because you got me this dress. It was so kind of you to remember me with something. Thank you. القمصان هاي المرة قياسك تماما. أنا جبت لخالي قلم حبر حتى يكتب أكثر وأكثر ويتذكرني هو عم يكتب. ليش أنا بنساكي لحتى أتذكرك؟ شكرا خالي. وأنا جبت لك كلها وطوق أزرار. كل هداياكو حلو ومفيد، بس أحلى وأغلى هدية هي جايتكو أنتو. يلا حضروا حالكم، رايحين نطلع نتغدى على البحر. أيوة نجلة. لا أنا طالع من الحمام. طيب بلبس ثيابي وباجي. خلص يلا مع السلامة. كل المعلومات بغير معاملتهن معي لما بيعرفن أنه خالي والكاتب الشهير غسان كنفاني. والله العظيم ما بقولش للحق. ليش تضحك؟ أنا بحكي جد وحيات أمي، حتى المديرة طلبت أجيب لها كتاب من تأليفك وعلى توقيعك. ونفس الشيء، وتعرف أستاذ التاريخ إن جاء لهون طلب مني جيب له رواية عائد إلى حيفا وعلى توقيعك. ماشي خالو. خير يا نجلة، إيش في؟ في حدا صار له إشي؟ أنا ما استاهلش اهتمامك بي يا محمود. بس أنا متأكد إنك بتستاهلي كل خير. أنا خدت عهد على نفسي إني ما كلموش تاني خالص. الحاجة اللي مضايقاني مش إن أنا كسرت عهدي، لأ، الحاجة المهينة إن أنا كلمته وهو ما ردش عليا، ولما رد عليا بيعاتبني ويأنبني
وأنا مسلوبة مش عارفة أعمل معاه أي حاجة. أنا مستاهلش حبك وحنينك، مستاهلهوش. أنت قصيرة يا نجلة، بتستاهلي كل حب العالم وحنيته. مالك يا نجلة؟ مريضة؟ شايف لونك مخطوف. بس امبارح ما جاليش لون. نجلة أنا مضطر أمشي، صديقي جاي من نيويورك ورح يوصل بعد ساعة. بس أنا مش عايزة أفضل لوحدي. كيلو شقف وكيلو كباب والباقي زي العادي. تأمر أساس فايزة، نسيت ما سألتكش، أبو أسامة ليش ما جاش معكم؟ كان مقرر إنه يجي، بس قبل موعد السفر بأكم من ساعة قالوا إنهم ما بيستغنوش عنه. معاهم حق ما يستغنوش عنك، أبو أسامة رجل ولا كل رجال. وأنت يا فايزة بتجيب الخير لأهلك، وأبو أسامة بيستاهل كل خير. يي علي، نسيت هدية أبو أسامة لإلك. شيء عظيم فعلا. شوفي انا ما بحبش حد يحرجني ولا احرج حد، واذا كنت عايزه تعرفي انا ما اتصلتش بيكي ليه اليومين اللي فاتوا، انا ممكن اقول لك. طب انا عايزه اعرف. ذنبك على جنبك، انا كنت زعلان منك. انت اللي زعلان مني؟ ليه بقى؟ انا ما زعلتش منك عشان لما كلمتك واتصلت بيكي ما جيتيش، ولا عشان سبتيني ورحتي قابلت الشاعر اللي اسمه محمود درويش ده. انا اللي زعلني انك اخدتيه في كل الاماكن اللي كنا بروحها سوا. انت عرفت؟ سبق وقلتلك انك ملكة في جمالك وحسنك، والخجل بزيادة ماهوش من صفات الملكات. طب قولي انت عرفت ازاي؟ انا ما بقاش في حياتي غير ملكة واحدة اسمها نجلاء، ولما الملكة دي تديني الودن الطرشة يبقى اكيد بتكلم حد او حد تاني بيكلمها. انا قصدي يعني. انا عارف قصدك كويس، ناس كتير وانا منهم معجبين بمحمود درويش كشاعر للمقاومة في الارض المحتلة. مش انت كده معجبة بيه ولا ايه؟ أيوة كده. بس أنا في كلمتين عايزة أقولهم لك وهمشي على طول، ممكن؟ هو إيه اللي حصل؟ حصلش حاجة، حصلش حاجة خالص. بس أنا خلاص فاض بيا، مبقتش قادرة استحمل العلاقة دي. كم مرة قلتلك يلا بينا نتجوز؟ وأنا كم مرة أقولك أنا ما أقدرش أتجوز على ضرة؟ قوليلي ألفة ذنبها ايه؟ هتفتكرني ان انا بسيبها عشان ما بتجيبش عيال؟ وانا ذنبي ايه؟ كل اللي يعرف حكايتنا يبصلي بصة مش تمام. انا خلاص يا رشدي، كرامتي بقاش تستحمل استمر في علاقة زي دي، انت فاهمني؟ كرامتك ولا الشعر الصعلوك بتاعك؟ حياة ابويا، لو غلطت في محمود درويش مرة تانية مش هتشوف وشي تاني. دول عشان وسلم لي ابو طوني. ها يلا شكرا، يلا تفضل. دير بالك الخطر كل ماله بزيد. انسى.
قولي يا خالي، بتظن انه الانسان اللي نصه مشلول قادر يدخل معركة وينتصر فيها؟ ابدا مش ممكن ينتصر فيها، لانه هيك علمتنا تجارب المقاومة في العالم. اللي بده ينتصر لازم يكون قوي مش مشلول. برايك يا خالي انه احنا الفلسطينيين ممكن ننتصر اذا كانت المرأة عنا مشلولة وخارج الصراع؟ بس المرأة عنا مش مشلولة ولا هي خارج الصراع، وهاي امي درست وتعبت لحتى نقدر نكمل تعليمنا ونعيش. انا بعرف الاشي اللي عملته امي منيح، وانا فخورة بامي فوق ما تتصور، بس بعد المجتمع بينظر الها ولغيرها على انهم مشلولات وكأنه ما الهم دور بالمعركة. بعرف، وهذا الشيء لازم يتصلح. اسمح لي اقول لك يا خالي انه حتى انت المناضل صاحب المواقف التقدمية والتحرورية تفلت منك بعض الكلمات اللي بتساهم بتكريس هذا الغلط. انا بتفلت مني كلمات؟ خالي انت بتعرف قديش بحبك ومعجبة فيك، واذا بدك الحق انا مؤمنة بقرارة نفسي انك اهم كاتب فلسطيني. بكفي يا لميس، بكفي لهون. انت يا لميس بنت ذكية كتير، خزات العين عليك، بس مش راح توكلي بعلي حلاوي. اعطيني مثال واحد. هالبنت صار لازمها شد الدان. تركيها يا فايزة، تركيها. اعطيني.